هاتفيا ينضم الينا دكتور علي قطب استاذ المناخ. دكتور علي برحب بك فندم معنا الى هذه التغطيه على شاشه اكسترا نيوز. اذا نتحدث عن تغيرات مناخيه، نتحدث عن امطار وهطول امطار غزيره تصل الى حد الفيضانات، ارتفاع درجات الحراره وتصل الى الحرائق في بعض المناطق، بما تفسر اسباب هذه التغيرات المناخيه المتزايده في الوقت الحالي؟ الحقيقة ان طبعا احنا بنتكلم في مناطق مدارية ومناطق استوائية، وهي اكثر المناطق عرضة للتغيرات المناخية، لان طبعا احنا كنا بنتحدث عن نصف الكرة الشمالي فهو فيه صيف، وبينما نصف الكرة الجنوبي فهو شتاء، والمناطق المدارية والاستوائية هي المناطق اللي بيحصل فيها انتقال ما بين الصيف والشتاء في نصف الكرة الشمالي ونصف الكرة الجنوبي. وبالتالي التغيرات المناخية قبل أن نتحدث عنها فنتحدث عن المناخ في هذه المناطق، بيكون هناك في تغيرات يعني قوية جدا نتيجة لتعامد الشمس في هذه المناطق على فترات طويلة. وبالتالي عندما تكون هناك في طبقات الجو العليا في عمود الهواء كتلة هوائية شديدة البرودة، بيحدث تكون السحب الركامية الرعدية، وبالتالي بتسقط مع الأمطار الغزيرة والتي تتسبب في فيضانات في هذه المناطق، ليست في كوريا فقط ولكن في معظم أنحاء الدول القريبة من المناطق المدارية والاستوائية. وبالتالي هذه الدول أكثرها عرضة وخطورة هي المناطق المطلة على البحار والمحيطات، فده طبيعي جدا أن يحدث. فالتغيرات المناخية بتضيف بقى أكثر من ذلك عنفا، وتضيف أكثر من ذلك تكرارا لهذه الظواهر الجوية، وبالتالي بيحدث ما يعني يذاع عبر وسائل الإعلام المختلفة من فيضانات تؤثر على حياة المواطنين بصفة عامة، ومناطق كوارث بتبقى كوارث طبيعية لا تستطيع منعها. ولكن الفكرة الأساسية هو كيفية الحفاظ على أرواح المواطنين بالتأقلم مع هذه التغيرات المناخية، بنقل المواطنين من مناطق الكوارث إلى مناطق آمنة بسرعة نقلهم، لأن هذه التنبؤات يمكن التنبؤ بها قبل حدوثها بفترة زمنية طويلة. على سبيل المثال نحن نتوقع في جمهورية مصر العربية أن الولايات السودانية سوف تتعرض من يوم الخميس القادم إلى أمطار غزيرة ورعدية وفيضانات على معظم ولايات السودان، وسوف يتم امتداد هذه الأمطار الغزيرة إلى مناطق من جمهورية مصر العربية في الجنوب، خاصة في جنوب أسوان يوم الخميس والجمعة والسبت. وبالتالي هناك فرص لأمطار رعدية في هذه المناطق فوق جنوب فوق محافظات السودان أسوان، وكذلك في حلايب وشلاتين. إذن احنا من الآن النهاردة بنتحدث الاثنين، يجب على السادة المسؤولين في محافظات جنوب مصر في صعيد مصر الأقصر وأسوان بقدر الإمكان توعية المواطنين عندما تسقط أمطار رعدية، البعد بقدر الإمكان عن هذه التعرض لهذه الأمطار الرعدية. كمان أثناء هطول الأمطار يجب أن نكون بعيدين عن الحركة بقدر الإمكان، لأن هذه مناطق جبلية تتسبب في سيول في هذه المناطق، ونحن نتحدث قبل حدوثها بخمسة أيام. طب دكتور علي، يمكن حضرتك كما تعلم أنه كل هذه التغيرات المناخية وتزايد مسألة الظواهر المناخية أسبابها في البداية طبعا هو النشاط الإنساني والانبعاثات الكربونية، وكما تعلم أيضا أن الدول الفقيرة والدول الإفريقية هي الأكثر تأثرا من مسألة الانبعاثات الكربونية لكنها الأقل سببا في أحداث هذه الظواهر. ما الذي من الممكن أن تفعله هذه الدول لتقليل مسألة التأثر بهذه الانبعاثات الكربونية؟ الحقيقة ان طبعا يعني احنا في الدول الافريقية ليس لدينا الامكانيات اللي موجودة في هذه الدول الصناعية الكبرى المتسببة في الانبعاثات الكربونية. يعني حضرتك في تقريرك اشرت الى ان كوريا بتنقل مواطنيها حفاظا على ارواحهم من مناطق الفيضانات الى مناطق امنة بالطائرات، لكن هل هذه الامكانيات متوفرة لدى الولايات السودانية في جنوب مصر تحديدا؟ هذه يعني طبعا غير واردة، لأنها مناطق فيها أمطار وسوف يحدث فيها أمطار، ولكن الإمكانيات المادية والتكنولوجية والثقافة الموجودة بين هذه الشعوب في هذه المناطق لا تمكنهم من نقل المواطنين من هذه المناطق إلى مناطق آمنة. هيسيبوا بلادهم ويروحوا فين؟ فهي دي مشكلة كبيرة جدا جدا. علشان كده نحن نتحدث في كل المؤتمرات الدولية
باسم أفريقيا وباسم الدول الأفريقية، بأن هذه الدول عليها الحد من الانبعاثات الكربونية، عليها دفع تعويضات ضرورية ولازمة يعني للدول الأفريقية المتأثرة بهذه الانبعاثات الكربونية والمتأثرة بالأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية، أيضا أن يكون هناك تدرج في استخدام طاقة الوقود الأحفوري وبانتهائها واستخدام طاقة جديدة صديقة للبيئة بحلول عام 2050، وهذا لم يحدث. ورغم كل المؤتمرات السنوية التي تعقد ويحضرها رؤساء الدول، إلا أن الدول الصناعية الكبرى مصرة على أن يستمر في تنفيذ سياساتها المستدامة من استخدام طاقة الوقود الأحفوري. لكن هل مسألة الانتقال إلى الطاقة الجديدة والمتجددة الذي يتحدث عنه الحقيقة العديد من الرؤساء في كل المؤتمرات الدولية كما ذكرت، من الممكن أن تحد من مسألة الظواهر المناخية، أم هي سبب لتقليل مسألة الانبعاثات الكربونية فقط؟ هي تقليل، يعني عشان تحد منها في إجراءات كثيرة جدا يا أستاذة ندى لازم ان احنا نتبعها، مش احنا كمصر، العالم كله، الكرة الأرضية، وبالتالي هم لا يستطيعوا ولا يتمنوا ولا يريدوا تنفيذها، لان هم ليهم اهداف اخرى من وراء استخدامهم لطاقة الوقود الأحفوري، ليهم ان هم يسيطروا على الطاقة الموجودة في العالم كله حتى يكون هم القوة العظمى والقوة الأكبر وما حولهم هم الضعفاء. وبالتالي احنا في مصر لدينا مشروعات استثمارية من حقنا يبقى في تنمية مستدامة، ومن حقنا نستخدم طاقة الوقود الأحفوري ولكن بنسب، ومع ذلك بنستخدم طاقة جديدة صديقة للبيئة. لكن هذه الطاقة الجديدة الصديقة للبيئة محتاجة تمويل كبير جدا جدا جدا. من أين يأتي هذا التمويل؟ لابد أن يكون تعويضات من هذه الدول، أو لدينا اقتصاد قوي جدا 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 يعوض المواطنين في استخدامها. بالإضافة النهاردة أنا هستخدم طاقة جديدة صديقة للبيئة، مش لازم تكون الأجهزة أو الأدوات اللي هتستخدم الطاقة دي صنعت من أجل استخدامها، يعني هيبقى في نقلة للسيارات مواتير جديدة عشان تستخدم هذه الطاقة الجديدة صديقة للبيئة، سواء كانت بالغاز أو بالغاز الهيدروجين أو باستخدام الطاقة الشمسية لتحويلها إلى طاقة كهربية. التوسع في هذه المشروعات بيتطلب كثير من هذه الدول الإفريقية النامية والتي لديها شعوب محتاجة إلى الغذاء والماء والدواء. كل هذه الأمور بتؤثر على التنمية المستدامة وبتؤثر في نفس التوقيت على التكيف مع التغيرات المناخية. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور علي قطب أستاذ المناخ، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم.